أحب إذاعة حياة اف ام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صلاتكم. الآية اللي سنبين سبب نزولها اليوم هي من سورة الإسراء عدد 110. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صدق الله العظيم. الآية هذه فيها جزئي، جزء يبين فيه المولى سبحانه وتعالى كونه الإنسان المسلم يعني عندما يدعو الله، عندما يفزع إلى الله، كان عنده مشكل، كان عنده مشكل من مشاكل حياتية، يقول يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا لطيف إلى آخره. هذه كلها تسمى من أسماء الله الحسنى. عندما ندعو الله تعالى، ندعو بالمولى، باسم المولى سبحانه وتعالى وهو الله، وندعو بأي اسم من الأسماء التي تخطر على البال. ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ما ليش معنى يقول ادعوا الله وادعوا الرحمن؟ في بداية الدعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ودعا في سجوده حول الكعبة، يعني دعا في سجوده، قال يا الله يا رحمن. سمعوا أحد المشركين سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا الله يا رحمن، أش قال؟ قال توا هذا نبيكم من جهة يقول الله واحد أحد لا شريك له، ومن جهة يدعو معاه واحد آخر يا رحمن، أشنو يا رحمن وإلا يا رحيم؟ فنزلت الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب هم المشركين كانوا يؤمنوا بالله يقولوا الله، لكن مع الله الذي نعبده كلنا ويقرون بذلك قبل الإسلام، مع الله عندهم آلهة أخرى معلقة في الكعبة، أكثر من 300 صنم، وكل قبيلة تجي تسجد لك الصنم ذاك وتدعي له وتطلب منه إلى آخره، وهي مصنوعة أما من الأحجار أو من خشب إلى آخره. ولذلك هم ما ينكروش اسم الله، مثلا قالوا لهم كيفاش تسجدوا لهم وتعبدون هالأصنام هذوم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الاعتراف، فما يعترفوا بالله، ما نعبدهم يعني هالأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ملك يسمع أحد المشركين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا الله يا رحمن، قال هاو يدعو في واحد آخر، في إله آخر بخلاف الله. قال المولى سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذلك قال تعالى في آية أخرى غير هذه: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. حتى أبو جهل قال هالكلمة ذي، قال رسولكم سمعت يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، هو يدعو بعد الله مثنى مثنى، هو يدعو في إله آخر غير الله. نزلت الآية هذه من سبب نزولها، قل ادعوا الله، ادعوا يعني نادي، ادعي اطلب، تطلب ربي وإلا تناديه كيف كيف، وادعوا إما ادعوا يعني ناديه وإلا ادعوا من الدعاء اللي يدعي الإنسان يا رب يا كريم إلى آخره. ثم الآية اللي بعدها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه الآية تعلمنا الاعتدال، وهي سمة الإسلام، اعتدال والتوسط في أي شيء، حتى في العبادة. أشنو حتى في العبادة؟ إنسان مش يصلي يقف يعيط بالياسر يا الله أكبر الحمد لله، سواء في نافلة ولا في جامع في داره، يضرب بصوت عالي كيكا وحده، لا، وإلا يقف باش يصلي وحده
ويقرا وتشوفيه لا يتمتم لا يحرك الشفايف، وقال شنو؟ قال هن في قلبي. لا، اشنو الوسط في هذا اللي قال ربي؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. اش معنى ابتغي؟ لوج طريقه اخرى بين الجهر وبين الاخفات. هي شنو هي سبب نزول هذه الايه؟ هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، مختف مخبي، يعني مش يعني ما كانوش يعلنوا إسلامهم جهار في بداية الدعوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول من أعلن له الإسلام وبين له السيدة خديجة، وبعد سيدنا أبو بكر، وبعد قال له أنذر عشيرتك الأقربين، بحيث كانوا محتاطين من المشركين لأنه عنفوهم وأذوهم بسبب مجيء هذا الدين الجديد. طيب ما لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سر، ما يجهرش بصلاته حول الكعبة، ما كل واحد يسجد للإله متاعه. النبي عليه الصلاة والسلام يسجد لله لكن بصوت قال خافت، إلى درجة أن اللي بحذاه هو باش يصلي ما هو باش يقرأ قرآن، الصحابة اللي بحذاه ولا الصحابي اللي بحذاه ما يسمعوش ما يستفيدش، بينما المفروض يسمعوا يستفيد منه. فما لكن إذا صلى وحده وإلا بأصحابه كان يخفت صوته، فكان يخفت صوته، يحاولوا الصحابة يسمعوا ما ينجموش. نزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يلزمك تبين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام المفروض يقرأ بصوت يسمعه من معه، مش يعيط حتى يسمعوا المشركين، لأنه إذا كان سمعوا المشركين القرآن كان من طباعهم من عادتهم أنه كل ما سمعوا القرآن والعياذ بالله يسبوا القرآن ويسبوا من أنزل هذا القرآن، يعني يسبوا الله ويسبوا من أنزل عليه هذا القرآن، استفزاز لهم الغلبة في ذلك الوقت. والرسول هو قلة من أصحابه، فكان إذا صلى بصوت عالي يسبونه ويسبوا الإسلام ومن أنزل القرآن إلى آخره. ما قال المولى سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك، ما تعيطش كي تقف تصلي، مش بصوت عالي يستفز أو يثير حفيظة المشركين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل. شوف شنو الظرف المناسب كيفاش، اما بالياسر اما بشوي اما معتدله، المهم انك تسمع من حولك من الصحابه ليتعلموا القران ليحفظوا القران. اذا هذه وابتغي بين ذلك السبيل، يعني شوف الطريق اللي يحصل المقصود منه. قال محمد بن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل من الصحابة يعني إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي، الصحابي يجي يحب يسمع اش يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، استرق السمع، يظل حاطي وذنيه ويظل يحاول باش يسمع اش يقول النبي عليه، يعني كان يخفي كان يخبي كان يقرب شوية مخافة المشركين مخافة إذايتهم. ملا قال استرق السمع دونهم فرقا منهم، يعني خوفا من الكفار من المشركين، فانخفض صوته، وإذا كان قرب شوية لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله وابتغي بين ذلك سبيل، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. شوف الطريقة اللي تناسب، وهذه الحكمة في الإسلام، وهنا تجي الكياسة والذكاء، يعرف الإنسان وقتاش ياخو راحته عندما يدعو إلى الله، وقتاش يحتاط ويتخذ السبل التي تقيه من الفتنة ومن المشاكل. طيب هذه رواية في اللي سبب النزول، فما رواية أخرى اللي أخرجها البخاري أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت نزلت هذه الآية مش في الصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
وابتغي بين ذلك سبيل. مش المقصود بالصلاة الركعات هذيك وكذا، وإنما المقصود بها الدعاء. تو الصلاة ما هي دعاء، والدعاء هو الصلاة. كيف يدعي الإنسان؟ يعني كأنه يصلي. وعندما يصلي أي وقت من الأوقات الظهر كذا، هو في حال الدعاء من البداية، من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هنو يدعو، ثم يسبح في الركوع، ثم في السجود يدعو ما شاء. فالصلاة هي الدعاء. ما لا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها المقصود بها نزلت في الدعاء، خاصة في السجود، وذكر ذلك عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ما هذه تفيدنا نحن تو؟ شنو تفيدنا نحن؟ شنو رأيكم فكل اللي يظل يصلي مع جماعة تو في المساجد نتاعنا؟ إنسان ما يعرف شيء، يقف مع الجماعة بحذاه منا واحد وحذاه منا واحد إلى آخره، وينزل للسجود ويبدأ يا ربي كذا يا ربي كذا. إيش معنى؟ يعني يشوش اللي بحذاه على يمينه ولا على يساره، لأنه إذا كان دعاء فما ناس هكاك مع الأسف حتى كي تنبههم يقول لك خليني ندعي الروح. إيه تدعي هك شوشت على غيرك، يظل يدعي بصوت أو في السجود راه، بينما المفروض يدعو بصوت منخفض ما يقلقش ما يشوشش اللي بحذه. يظل يدعي فيما نكتة لمحال نجيبوها، كون واحد يدعي في سجوده يا ربي بارك لي في شويهاتي ومعيزاتي، يا ربي بارك لي في شويهاتي ومعيزاتي، شوشك اللي بحذه منا. السجدة اللي بعدها سجد الاخر اللي تشوش قال له يا ربي لا تبارك له لا في شويهاته ولا في معيزاته. علاش؟ لأنه شوشو. المفروض كما قال لنا المولى سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك، ما تعيطش كي ظل تدعي، حتى في الركوع ربما يسبح بأشياء تشوش اللي بحذاه بطريقة يلزم يكون الركوع. وإلا قراءة الفاتحة في الظهر مثلا ولا في العصر تقى يقرأ في الفاتحة اللي هي سر، أحيانا يقرأها بصوت يسمع اللي بحذاه يشوشو، لأنه يظل مركز في حاجة والآخر مركز في كذا. وإلا يقرأ سورة في الظهر بعد الفاتحة، سورة مثلا العلق، والآخر يقرأ نازلناه إلى، فإذا يشوشوا ويقلقوا المفروض التوسط. هذا أدب لنا كيف ندعو كيف نصلي إلى آخره. ثم الثالثة اللي في هذا نزلت قالت السيدة عائشة في أنه كان الأعرابي يجهر في صلاتي فيقول التحيات لله الصلوات لله طيبات لله، يعني يرفع صوته هكذا حتى يشوش اللي بحذاه من هنا ومن هنا. إذن نرجع للآية خلاصتها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني الإنسان يعرف بالكياسة متاعه كيف يظل يصلي، مش يرفع صوته خاصة في جامع وإلا مع ناس في جماعة، مش يرفع صوته إلى درجة يشوش اللي بحذاه، سواء في قراءة ظهر وعصر يرفع صوته إلى درجة يقلق اللي بحذاه، وإلا في السجود في الدعاء إذا الآخر ساجد ويدعي يا ربي يا ربي يشوش اللي بحذاه، يخليه معاش يدعي، يولي ربما اللي هذاك يدعي والآخر يقول آمين، يأمن له في الدعاء متاعه. بينما لا، من الأدب أن الإنسان يحترم، ويعلمنا المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية كيف نعتدل ونتوسط. ونرجع لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نتوقف قليلا الآن لنسمع موجز الأنباء ونعود بعده إلى